السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم فيديو جميل قوي. استني يا ماما، انت برضو هتعملي فيديو لوحدك من غير بسكوت او سمكه؟ جت خشي، مفيش فايده. مش قلت لك ما تجيش؟ استني بس روحي وسمك. مش انا قلت لك ما تجيش؟ لا ما احنا مالناش دعوه. قلت لكم دي وصفه، وصفه هاديه يا جماعه للناس الرايقه. انتوا بتيجوا ليه؟ بحب الناس الرايقة. طب استنوا بقى، متتكلموش عشان هقول الوصفة وايه. بصوا يا جماعة، أول حاجة بس المنديل ده ما يطلعش معايا. أول حاجة يا جماعة، طب استنى جماعة، ماما وهي بتصور الفيديو احنا مشترين كيس عيش وحاجتين، بس كلنا كيس العيش ده هيظهر معانا في الفيديو، هيظهر معايا في الفيديو. طب هو ايه ده؟ نشا ده ولا دي ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، بنتك ماسكه الوسط. بس سيبك من كيس العيش وسيبك من كل حاجه. اكيد اني لسه فاتحه الكاميرا عادي. وركزوا معايا. ماشي؟ بصوا يا جماعه، ده كيس بيكنج باودر اهو، كيس بيكنج باودر عادي، ودي صابونه، كيس بيكنج باودر وصابونه. لا مش كيك، ماما بتكون جوادر ده ليه؟ هقول لك بقى، الصابونه اللي هتغسل وشك. اصبري هتعرفوا بقى، هتعرفوا هعمل ايه اهو. استنوا عشان تعرفوا ازيكم زيهم. ماشي ماشي. هما لسه ما يعرفوش هو ايه. الشهد شافت ده قالت لي هتعملي كيكه، وما كانت قالت لي هتغسلي وشك، ولا هعمل كيكه ولا اغسل وشي. هوريكم بقى. تمام. فرجي فرجي. بصوا يا جماعه، الصابونه دي هبشر نصها يعني. ماشي. الصابونه ما تحطي في السلطه بدل الجزر. لا بتقولي هتحطيه في السلطه بدل الجزر؟ ده بدل الفانيليا يعني. خليني اركز وخلي الناس تسمع. بصي ده شبه الجزر. والله شبه الجزر والله. بس بقى حرام كده، تعلقتي كويس ان انا عرفت ان انت هتحطي في السلطه بدلك. كفايه عشان شادو ملك بالطريقه. طب والله اعمل حاجه جميله اهو. ده الصابون، بص شكله جميل ازاي والله، شبه الجزر. بس حرام الصابون ايه، عشان بني. بس الصابون اهو. بصوا بقى، نشا الطبق ده انا حاطه فيه معلقه نشا، الطبق ده حاطه فيه معلقه نشا، هحط عليها الصابون. تمام. بوظت النشا. طب استنى نطلعها نحس عشان انا قدام. ما بوظتش حاجه يا ماما، ده يبقى جميل. اه ده بقى الملح بتاع السلطه يا جماعه، خليكم فاكرين. بس يا بنت، طب استني نسمع الوصف. بصوا يا جماعه، ده صابون حطيت عليه معلقه نشا، وفضي عليهم كيس البيكنج باودر. اقول لكم اعمل ايه دلوقتي. ريحته فواحه. انت بتاكلي ايه؟ بتاكل ايه بجد؟ كراتيه. طب احنا بنصور فيديو. طيب فجعه البيكنج باودر اهو، حط حوالي مقدار معلقه. يبقى احنا حطينا ايه يا جماعه؟ مقدار معلقه. لا احنا حطينا الصابونه مبشوره. مبشوره. استني بقى، احنا مش في حضانه. حطيت صابونه مبشوره وحطيت عليها معلقه نشا وحطيت معاها بيكنج باودر، والعيال دول بينسوني بعمل ايه والله. وبقلبهم كده على بعض. ماشي. بصوا، هو المفروض ان انا هحط عليهم ليمونه. انا هقول لكم بقى ده ايه، هفتش بقى السر واقول لكم ده ايه. لا كملي وقولي لهم السر في الاخر. كملي وقولي لهم السر في الاخر. ماشي. بصوا دي ليمونه، لو حطيتها هنا انا بشرتي حساسه مش هتحمل الليمون، لكن اللي بشرته مش حساسه بقى يحط ليمون. انا بقى هحط ايه، هحط ماء ورد. احط شويه يعني، ما تبخليش على نفسك. بصي ايه اللي هيحصل لما نحط الماء الورد بسرعه. اجيبه؟
بصي بيفور ازاي، بصي الفوران ده، واو شايفينه بجد والله، ده بيتنفش زي الكيكه. ايوه شايفين الفوران ده، واو. بصوا يا جماعه بقى انا بعمل ايه، هقول لكم عشان تبقوا عارفين انا بعمل ايه. انا بعمل وصفه للناس اللي هي عايزه خدودها تتنفخ كده، في ناس بتحب خدودها تبقى منفوخه كده. هي الوصفه دي، وهتحطي بيكنج باودر. انت شايفه اتنفخ ازاي؟ استنوا بقى، ملحوظه من العالمه، حطوا بيكنج باودر، بعد كده هناخد وش ماما نحطه في الفرن ونطلعه يتنفش. انا رايها بس يا بنتي والله الكوكيز بقى، استنوا بقى شفتوا، ونحط حوالي معلقه عسل ابيض عشان النضاره كده بتاعه البشره، او وشك نضر كده وحلو. ده من سن ايه لايه؟ لا ده للكبار يا حبيبتي، مفيش دعوه بيه. طب مفيش وصفه للاطفال؟ لا الاطفال بشرتها ناعمه حاجه كده، ربنا من عند ربنا، لكن احنا بنعمل الناس الكبار بقى. والله عجبني الفوران قوي، بصوا 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 بيفور ازاي. يبقى احنا حطينا ايه، بشرنا الصابونه، ثانيه يا شادي، بشرنا الصابونه، حطينا معلقه النشا، وحطينا معلقه بيكنج باودر، وحطينا معلقه عسل عشان خاطر النضاره كده ووشك يكون ناعم وحلو. ومعايا الماء الورد دي تعمل ريحه، يبقى ريحته حلو عشان ريحه الصابونه بس ما تبقاش بشعه. حطينا ده، هنعمل ايه بقى بعد ما عملنا كده عشان ده يبقى كريمي كده ويتعمل ماسك. ده كده ماسك يا جماعه عشان خاطر تشدي الحاجات دي بايه، بكيس البيكنج باودر وشويه الحاجات بقى اللي هي موجوده في البيت اساسا، حاجات طبيعيه، الصابونه وشويه الماء الورد، الكلام الفاضي ده. الحاجات دي كلها بقى موجوده في كل بيت، وبجد بجد الوصفه والله جميله قوي. هنعمل ايه بقى، خليكي معايا واقول لك هنعمل ايه فيها علشان خاطر تبقى حاجه كريميه كده، عشان لما تيجي تحطي الماسك ما تلاقيش الصابون، ما تلاقيش القطعه بتاعه الصابونه دي كده وتضايقك. يا اما تعمليها تضربيها في الكبه، يا اما تسيبيها ليله واحده بس تضايقك، يعني الطبق ده كده تدخليه جوه كيس وتربطي الكيس، هو بقى يفضل يفور كده مع نفسه، ما تخافيش مش هينفجر ولا هيعمل حاجه، هو بس هيفضل البيكنج باودر مع المواد التانيه احنا حطيناها يخمر زي يخمر كده. برافو عليكي يا بسكوت. هتبصي لنفسك بقى وانتي تقلبيه كده، خلاص الصابونه دابت اساسا، ما هي صابونه لو حطيناها تحت الحنفيه او حاجه بتدوب من ميه، فهي هتدوب بقى من المواد اللي احنا حطيناها ديت، وتبداي بقى تدهنيها على وشك كانها ماسك. بصوا يا جماعه هي حاجه ما تخافوش منها يعني اهي، تمام. مش كده هنفخلي انفخلي ايديا مش هنفخلي ايديا، ما تخافيش اهي، ما هو ده مرطب وفي نفس الوقت بيشد بقى الحاجات دي كده، يعملها كده كده كده. في ناس بتحب تبقى منفوخه من هنا كده، ده بقى يا جماعه ايه بينفخ الخدود والحاجات دي. بس لو عجبتكم الوصفه طب حطيها على وشي. لا ما انا حطيتها في ايدي، طب وشي واتكلم معاهم ازاي. بصوا يا جماعه لو عجبكم بقى الفيديو وعايزين يعمل لكم حاجه زي كده، وصفات بقى وحاجات زي كده، ما تنسوش اللايك سبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات، وخليكم مع ماما. لا بس خليكم معايا ثانيه واحده بس، يرضيكوا بسكوت وسمكه يقولوا لي هتبقي صينيه كيكه من البيكنج باودر. والله هنحطه الشاي في الفرن يطلع منفوشه بقى، من نقلبه بقى نقلبه عشان يستوي من اليمتين. بس يا جماعه عشان ما نطولش عليكم، ده انا هعلقهم بعد الفيديو، بس اصبروا عليا. خلاص هي كده الوصفه بتاعتنا خلصت. الوصفه بتاعتنا خلصت يا جماعه، لو عجبتكم بقى ما تنسوناش بقى حاجات حلوه كتير، لايك ايوه والكومنت بقى، وقولوا لي لو عجبكم ان انا اعمل معاكم وصفات وحاجات زي كده، قولوا لي بقى وما تنسونيش عشان اعمل لكم حاجات حلوه كده وجميله. نشوفكم بقى. يلا باي، قولوا لهم باي بقى، باي يا بنتي بطلي اكل، باي.